بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة حريتان في الريف الشمالي. هذا الفرن الذي قصفته طيران الأسد، مما أدى عن خروج هذا الفرن بشكل كامل. كما تشاهدون حجم الدمار الذي حل به نتيجة استهدافه بأكثر من غارة جوية، 10 شهداء نتيجة هذا القصف من المدنيين وممن كانوا قد خرجوا ليجلبوا لقمة العيش إلى أهلهم، فأصبحوا شهداء نتيجة استهداف هذا الطيران الروسي بغارات من الطيران الحربي لهذه المنطقة. توزيع مادة الخبز في مدينة حريتان، حيث قام الحربي الروسي باستهداف المدينة بعدة صواريخ فراغية. كان نصيب المخبز الوحيد الذي يخدم المدينة وعدة قرى محيطة بصاروخين، أدى إلى وقوع مجزرة 10 شهداء وأكثر من 20 جريح.